شكله يوم عادي، ركبت عربيتك كالعادة، وفجأة هي ظهرت من العدم. أوه استنى، أنت فين؟ والبنت دي جت منين؟ أعتقد إنه متلخبط. في أي موقف غريب، قدم للبنت بار شوكولاتة. اتفضلي سنيكرز، جربيه طعمه لذيذ. لأ يا غريبة أنتي، ما تاكليش الورق، لازم بياكلوا أنواع أكل تانية هناك إذا كانوا أصلاً بياكلوا. ده حقيقي، سنيكرز بتشبع. أوه يا ربي، أنت لازم تعلمها كل حاجة. أوكي، أنت محتاج تديها أكل حقيقي. طيب، على الأقل نودل سريعة. استني هنا، أنا هرجع على طول. لكن الطبق ده خوفها كمان، زي كل حاجة تانية، حتى ورق التواليت. أفتكر إنها اخترعت طريقتها الخاصة في أكل النودلز. أوه لأ، أنتي بتلفيها ليه على مشط؟ ممكن تستخدمي شوكة وسكينة. اتفضلي جربيها بالشكل ده، كده أحسن صح؟ وطعمها لذيذ. ليه خايفة من كل حاجة؟ أنتي زي البيبي. شاور دافي، ده اللي هي محتاجاه بعد الرحلة الطويلة. أقصد رحلة طويلة بالطيارة؟ شغلي وحدة الهبوط هنا على الكنبة. اتفضلي، عملتلك شاي. أيوة ده سخن، ممكن تنفخي فيه علشان يبرد. واضح إنها مش بتحب الكوكب ده، هي خايفة من كل حاجة. طيب أنا لازم أكون صبور وأعلمها الحياة على الأرض. التعرف على التلفزيون مش سهل كمان. إيه الحاجة الغريبة دي؟ أوه يا ربي، إيه ده؟ الشيء الغريب ده رعب البنت. لكن إيه ده؟ تصدقوا؟ مسابقة بينج بونج خلتها هادية، واضح إن اللعبة شدتها بزيادة شوية، لأنها فاكرة إن ده بيحصل هنا في الأوضة. البنت بتحاول تدخل في اللعبة، بدل المضرب استخدمت طاسة وبيت فراخ. أيوة اختيار مش صح. يمكن المفروض نعمل بيت. شفت، أنا كسبت، أنا ضربت بالمضرب. هاي، من الأفضل ما تاكليش بيض ني. اتضح إن الحياة مع مخلوق فضائي صعبة. نتفرج على فيلم سوا ممكن يساعد في الموقف. فيهو، الدنيا حر هنا. طب إيه رأيك نشرب صودا؟ فيهو، وحشة قوي، مفيش أسوأ من الصودا السخنة، دي حاجة مقرفة. يظهر وجود كائن فضائي ليه فوايده. بلمسة واحدة من إيديها، البنت خلت البيبسي بارد. واو، الكان بردت كلها، رائع. واو ده جميل جدا. يلا نعمل فشار في الميكروويف. ايه الغريب في كده؟ بالنسبة لضيفتنا اللي من خارج كوكب الأرض، العملية كلها زي السحر. يا ترى هي شايفة الميكروويف كأنه سفينة فضاء؟ واو ازاي ده ممكن؟ ده مجرد فيزياء. تجربة الميكروويف واضح إنها أبهرت الفضائية، لكن برضه هي ممكن تعمل حاجات كتير، زي طبخ الفشار بإيديها بس. واو ده فعلا رائع، مفيش فرق بين الشنطتين دول. إحنا ليه محتاجين بقى الميكروويف؟ لكن محدش يقدر يلغي المدرسة. أنت لازم تجيب الضيفة الفضائية معاك، بما إنك ما تقدرش تسيبها لوحدها في البيت. لو لبستها زي البني آدمين، مفيش حد أبداً هيعرف إنها مختلفة عن التانيين، مع إنها شكلها تايه شوية. لازم تاخد بالك منها، لأنها قاعدة كأنها منومة مغناطيسياً. المدرسة عاملة لنا امتحان، لازم نشتغل.
لكن إزاي هتقدر؟ أعتقد الفضائية بتبص بتركيز على مهووس المذاكرة اللي قاعد في الأول. لو النظرات ممكن تقتل. هاي في إيه؟ بتجهزي الكمبيوتر التشغيل بتاعك؟ هيوستن يلا. أوه فهمت، بتستغل عقل شاب الذكي وبتنقل منه كل المعلومات. رائع، كنت فين طول حياتي يا فتاة الفضاء؟ ده فعلا مبهر ومفيد جدا. بس اتأكد انك من وقت للتاني تخرجها من حالة تجميد الدماغ. ليه لازم ترفع ايدك؟ دلوقتي لازم تجاوب على البورد. ادوها تباشير لكن ما عندهاش فكرة تعمل بيه ايه. اوكي لازم تساعدها، استعمليه زي القلم. اه هي مش فاهمة. انتوا يا شباب بتتكلموا بلغة الاشارة؟ المدرسة تعبت من الحاجات اللي ملهاش معنى. اعتقد هي بتحاول تتفاهم مع العالم. الكل اتجمد. هي بتعرف توقف الزمن كمان؟ بينجو، المسألة اتحلت. المدرسة متلخبطة، ايه اللي حصل؟ الطالبة الفضائية بقت أفضل واحدة في الكلاس. طيب دلوقتي ممكن أقدم البنت لأصحابي، ليه ما تاخدهاش لحفلة عيد ميلاد حد من أصحابك؟ ما كانش المفروض تلبس فستان ملفت بالشكل ده. بطنها الغير عادية لفتت انتباه الكل. انت ما عندكيش سرة؟ دي حاجة غريبة، انت من الفضاء ولا حاجة؟ اوه ما خدتش بالي من موديل الفستان. لكن ما فيش حد اهتم بالموضوع، والبنت الفضائية اندمجت مع البنات. واضح انها ليها طريقتها الخاصة في الترحيب. صاحبك جالك يساندك في الوقت المناسب. ممكن تسيب معاهم البنت اللي من خارج كوكب الأرض. هو ايه اللي غالبا البنات بتتكلم عنه؟ طيب الشباب طبعا. دلوقتي هيتكلموا مع الفضائية عن الشاب اللي بتتعامل معاه. اهو صديقك بتاع بنات جدا، مش بيفوت فرصة مع اي بنت. احسن لك انك تبعدي عنه. لكن صعب انك تخدع العين التالتة للفضائية. البنت عارفة انه بيضحك عليها. خلوا بالكم يا بنات النميمة، دلوقتي هتكتشفوا إذا كان في حياة في المريخ. تجميد، ودلوقتي حرب النجوم. أوه ده بيوجع. قول لهم باي باي يا حبيبي، إحنا ماشيين. إحنا ما نعرفش حاجة عن الحضارات خارج كوكب الأرض. ممكن يكون الفضائيين كانوا بينا من زمان. شوفوا الشاب المشرد ده، حاجة تكسف لكن ما تثقوش فيه. هو نواياه مش كويسة وبيعرف يوقف الزمن. شوفوا سرق الراجل ده، واضح ان كل اللي احتاج يعمله انه يحول الراجل لتمثال. قد ايه مخادع. هو فعلا مليونير صعلوك. خمنه هيحاول يسرق مين دلوقتي؟ طبعا القابل بتاعنا الغريب. آسف يا صاحبي مش المرة دي، الحيل بتاعتك مش هتنفع مع ضيفتنا الفضائية. يظهر إن المتشرد وفتاة الفضاء فاهمين بعض كويس، أكيد إنهم من نفس الكوكب أو يمكن كانوا قاعدين على نفس الديسك. على كل حال هما بيتكلموا نفس اللغة. كلنا كويسين والفلوس في أمان. في نجم مستني في السماء. واضح إن عنده حنين للوطن. حتى مع فضائية ممكن تحس بالسعادة. على العموم تصرفات البشر مش غريبة عليها، حبنا خارج حدود العالم. لكن يمكن الموضوع مش عادي. تحبوا تقابلوا فضائي حقيقي؟ تفتكروا ممكن يكون في فضائيين بين أصحابكم؟ خلونا نعرف في التعليقات. اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في قناتنا واضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش القصص الجديدة عن الفضائيين على تروم تروم سيلكت.